السلام عليكم الريس ديالنا، مرحبا والف مرحبا. اليوم الموضوع ديالنا واحد الموضوع مهم بزاف، اللي هو السياده اللي رجعت موضه هاد 24 5 سنين الاخريه في المغرب، هي ديال السياده بالفينو، السياده بالرقيق بالشعر الرقيقه. اوكي، هضرت عليها شحال هادي، دابا شحال هادي، كثر من 24 5. السياده بالفينو ماشي انا كنت كنصر مثلا بالخمسين ومن اليوم غدا عنود نصاد انا بالستاش، لا هذا غلط كبير. بزاف الدراري دابا كيصادوا الفينو مزيان، ولكن الفينو راه عنده قوانين ديالو، فهمتي؟ ماشي غنجيبو عمدا ونصادو بالفينو. علاش؟ لان فلان ولا فلان كيصادوا بالفينو، لا. اليوم غنشرحوا هذا الموضوع هذا الاخوان. الفينو كنمشيو مثلا نفعل اللي قلت كنا كنصادو بالغليظ، عمدا نهبطو شويه بشويه، عمدا مثلا ب 26 كنا كنصادو بال 40 ولا 50 ولا 35، عمدو هوادين غنمشيو ل 26. 26 عاود شفنا الامور ماشيه مزيان وهذا وهذا وهذا، غنهبطو مثلا ل 20، فهمتي؟ ل 20 شفنا مزيان، غنهبطو مثلا ل 18 والامور ماشيه، ولكن ماشي في نهار ولا يومين، حتى نولفو بالسياده، فهمتي؟ وغنهضرو حتى على القصبه اللي المناسبه للفينو من الشعر رقيقه، فهمتي؟ غنرجعو للموضوع ديال ديال القصبه اللي هو الابريد. الابريد هو اللي صالح للصياده بالفينو، وغنشرحو عاود علاش. شوف في البوينت ديال القصبه مثلا، هذا الفينو ديال الابريد، ياك راه حنايا عندنا الشعر رقيقه، حنا عندنا الشعر رقيقه، ياك شعر رقيقه. واذا كنا كنصطادو بالابريد، راه ملي كنجبدو عليها القصبه كتقاوص، ما كيوقعناش الضغط على الفينو على الشعر الرقيقه، لان حنا عندنا بوينتي، فهمتيني؟ عندنا كولا ديال راطا، عندنا زنطيط الفار. واذا عملنا بونتا توبولار، بونتا قاصحه، واذا جينا غير مثلا جمعنا غير بشويه الجهاله، راه تقطعنا. وانتوما بزاف الدراري راه دابا اللي كتشوفوا الفيديو راه عارفين هاد القضيه، ووقعت لكم بزاف د المرات، فهمتي؟ كتكون قاصبه بونتا ديالها قاصحه وانا كنصاد ب 16، راه ما كايناش هادي، ما كتدخلش في العقل، فهمتي الدراري؟ ان الصياده ديال الفينو خص القاصبه تكون رقيقه ابريد، فهمتيني؟ باش كتقاوص معاها وما كتقطعناش الشعره ديالنا، فهمتي؟ انه واذا جينا نخدمو غير شويه عقلنا، مثلا انا كنصاد مثلا ب 14 ولا 16 ولا 18 وقصبه غليظه، جيت غير نرد في الحوته تقطع، نقطع الكره الراطه، نقطع الرابطه، فهمتيني؟ ولا حتى الشعره تقطع لي رقيقه، فهمتيني؟ ما عاد زوار شي لاكسيون اللي عاد تجبد معاها، فهمتي؟ هادي من هذه من ناحيه القصبه. غنرجعوا نرجعوا للفينو، بحال اللي قلنا خصنا نعرفوا نختاروا الشعره اللي غنصادوا بها الفينو، ياك كاين بزاف د الانواع د الفينو. اللي كنستعمل انا، باش انا عمري ما كنخبع شي معلومات على شي واحد، اللي كنستعمل انا هي ديال ترابوكو مثلا، هذه كتجي بوبينه فيها 250 مترو، شفتوها؟ شنو لافونتاج ديالها؟ شنو هي اللي امتياز على اخرين؟ امتياز على اخرين ديال ترابوكو هذه، ابارتي كاليتي، ابارتي شعره مضخمه، واصدقاء والرياس كبار كيعيطوا لي خصو هاد النوع ديال الشعره ديال ترابوكو ديال اواشيرو. علاش؟ هادي عندها مثلا، شوف عندها 250 مترو من 20 ل 57 كرة ديال الراطا. الامتياز اللي عندنا ديال هادي ان في الاول في الراس الشعره كتبدا ب 57 وكتكمل ب 57، ياك؟ علاش عندنا هادي؟ ملي كنعمرو بها الماكينه، ملي كنعمرو موليني، كيبقى لنا عندنا الصح في القاعد الموليني 15 مترو من 57 كتبقى طالعه حتى كتوصل ل 20، 15 مترو كامله هي كتغلط، ولكن في الاخر ديال الماكينه ديال البوبينه عندنا 57، وكتبقى مثلا 20 250 مترو كامله حتى كتوصل عاود ل 15 مترو الاخريه، وكنبقى ماشي هي كتغلط حتى كنوصل 57، فين كنعمرو فيها، فين كنعلقو فيها بلومو، وكنعملو المونتاج ديالنا، تفهمنا؟ شو لافونتاج ديالها؟ علاش كيصلاح؟ مثلا ودا شي حوتة مثلا كبيرة ضربتنا وعاد خوينا 250 مترو ديالنا في بوبينة، لأن الأغلبية كنستعملو بوبينات كونيك،
ماشي بوبينات اللي غارقين، بوبينه كونيك خاصه بالفينو، هذوك هما اللي كيستعملوا فيهم شعار الفينو، وهي بوبينه كونيكا كونيك. علاش ملي كتخولنا الحوته مثلا الشعره كامله، على الاقل في القاع ديال البوبينه راه عندنا 57 اللي رابطين بها، ما رابطينش بالعشرين. فهمنا؟ لان بزاف ديال الدراري كيعملوا العشرين، انا بدي عيت من عمله حتى عرفنا هذه، كيعملوا العشرين ياك كنربطوا بها، حتى كنوصلوا ل 15 متر الاخريه وكنعملوا كولا ديال الراطا اللي فحال هذه مثلا. انا كنستعملين مثلا هي هذه ديال الاواشيما، شوف ها هي الاواشيما، هذه كتبدا من العشرين حتى هي 57، فهمتيني؟ هذه بحال اللي شرحت لكم، حتى كنوصلوا كنعمروا الماكي كنعمروا البوبينه ديالنا بال 20 ولا ب 16 ولا باللي كان، ومني كنوصلوا ل 15 متر الاخريه كنزيدوا كولا ديال الراطا زدت الفار. ولكن اخر اللي هضرت لكم عليها هذه احسن بزاف، وها الريزيستونس ديالها مثلا اش عاد يقول لك امبيكام امبيكام 5 د الكيلو 420 امبيكام، ها كيف ما كتشوفوا فهمتي. ولافونتاج ديالها ان هي مزيونه الالوان، الشعره ديالها فحال اللي جات الاستيك كتجبد بحال الاواشيما، ان ترابوكو اواشيما بحال بحال، وعندها 57 في الراس و 57 في القاع. ولات كتصلح لنا عاود، ولات تقطع لنا شي مرات، تقطع لنا شحطنا وتقطع لنا كنقلبوا كنجيبوا عاود كنردوا كنجيبوا عاود ديك اللي في القاع البوبينه كنزيدوها في الاول، تفهمنا؟ وبغيت عاود نهضر لكم على الربطه ديال كولا ديال الراطا ياك، اللي هذيك اكثر ما عرفتش شحال بصح حنا كنعملوها، ولكن خصني نوصلها للدراري، هي الربطه ديال الدم. ها هي غنحاولوا دابا نربطو، غير الموضوع ديال الربطه ديال كولا ديال الراطا خص يكون دائما الديامتر قريب على الديامتر، فهمتي؟ ميمكنش حنا عندي نربطو حنايا كولا ديال الراطا عندنا كتبدا بالعشرين ياك، وعنربطوها حنايا في الاربعين، لا خصو يكون تقريبا الديامتر فحال فحال. ندير لكم الربطه اللي كنعملها انا، ها هي، واللي شحال الاخوان دابا كيعملوها حتى هما، هي غنعملوها هنا باش يبان لنا هذا الشيء مزيان. هاهي كتشوفوا، وغنقولوا حتى الشروط ديالها كيفاش كخصها تكون مزيانه باش تصلح لنا ياك. كنشبروا هنا، ها هي كنعملوا بحال واحد الزيرو، انا الصياده شحال ما عملتها شحال مسنا هذه، دابا كنعملوا واحد نوع الصياده اخر، تفهمنا؟ ها كنجيبوا هذه الاولى مثلا ياك، كندوروا مثلا 6-7 الدورات، وغنهضروا حتى على هذا الموضوع هذا ديال الربطه والتعامل ديالنا معاها في البحر بالقصبه ديالنا. ما هي فين مشات النظر ضعفنا، كنجيبوها كنحشيوها من هنا، ها خصنا نعملوها العكس داخرة، فهمنا؟ العكس داخرة خصها تكون هاهي، دابا كنجيبو أخرى هاهي بشوية، شوية باش تبان لكم هاهي، كنجيبوها ولكن كنحشيوها العكس ديالها العكس، شتو؟ ساعة كنجبدو عليهم بجوج كنشبروهم. كنشدو عليهم بجوج، شتو؟ ها هما، شتو؟ ها هما، اش كنعملو؟ واحد الحاجة مهمة، وقف وقف بغارتي، شوف، حاجة مهمة، ملي نجيو نقيسو الربطة ديالنا، عمرنا ما نقيسوها على القرب، شحال من واحد كيبدا يقول كتقطع لي ما كتقطع لي، كنجربوها ديما من البعد، شوف، ملي كنفزقوها كنجربها من البعد، ها بارك، لان يعني حنا ملي كتجبدوا الحوته
كنكونوا راه بعادين واحد 150 د المترو ما كنجبدوهاش من القرب فهمتي. اذا دائما ملي كنكونوا كنجربوا الربطه ديالنا واش مزيانه من البعد شوف وخصها تكون هايده شوف خصها تكون هايده قرب التليفون هنا تكون واحده الفوق واحده لتحت شوف وإذا كانوا جبيو هوادين من نفس الثقبه ما صالح شي عاود قطع الربطه وعدلها من جديد خصها واحده الفوق وواحده لتحت كنجيو كنقطعو هذه الربطه ديال الكوادراتا ديما نخلي واحد جوج طريفات فحال هكدا ودائما اللي كنوصي به يكون الديامتر تقريبا فحال فحال واخا يكون زايد شويه ولا شويه كيكون شي الفرق بزاف تفهمنا اخوان. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالنا وما تنساوش القضيه اللي قلت لكم ديال القصبه دائما بالنسبه للفينو الشعر الرقيقه دائما الابريد وما تنساوش بشو عبر مراحل فهمتي كنا كنصدم 35 كوزون 30 كوزون 26 كوزون 28 وهذا وحنا هابطين شويه بشويه 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 بس حتى كنولفوا عاود مع القتيد الحوته فهمتيني بشويه وهذا انا يعني ما غنجيوش وغنقزوا من هذه المرحله ونحرقوا بزاف المراحل فهمنا. الدراري ديالنا والاصدقاء ديالنا والرياض ديالنا ما تنساوناش التعليقات ديالكم وبجيم ديالكم والدراري اللي باقي ما تأمروش معنا مرحبا بكم والف مرحبا. السلام عليكم.